بحثنا في هذا الرجال من كل سنة من الله الحبان بأطرافهم وسلوكهم اجتيلهم على السلطة وقطاع صادق الأمين الأخ محافظ محافظة الجوف الأخوة الأخ محكم محافظة وكلاء محافظة مارب الأخوة القيادة العسكريين والأمنيين قيادة المقاومة الأخوة مشايخ وعيال محافظة مارب الأخوة الحاضرون جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أحضر حفلكم المتواضع بمناسبة الذكرى الأولى لعاصفة الحزم، وبداية ننقل لكم تحية تحيات الأخ المشير الركن عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الممثل الوحيد للشرعية والذي يمثل رأس الشرعية للجمهورية اليمنية. إن التحالف الحوثي صالح قررها إن الآخر الناس جنبوا الصدام المسلح مع هذه البداية حفاظا على الوطن والشعب وقدراته من قوى بشرية ومادية، فظلته ضعفا واتجهت إلى تمزيق الوطن ولتحولها أبناء الشعب اليمني إلى مشردين ونازحين وتستولي على كل المؤسسات الرسمية والعسكرية وتنهب المعسكرات والبنوك وتهدم المساجد ومدارس القرآن مدارس تحفيظ القرآن الكريم وتخزن الأسلحة في الجامعات وفي المدارس وفي المستشفيات وتقصف الصواريخ المدن والمؤسسات الدولة في جميع محافظات الجمهورية. لقد كانت عاصفة الحزم بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والتحالف العربي بشكل عام دور كبير جدا إلى جانب أبناء المقاومة الشعبية والقوات المسلحة، تلك المقاومة التي بدأت أن يبنى القوات المسلحة واستطاعت أن توقفه، وكانت محافظة مارب هي الأساس الذي استطاعت أن توقف العدو وأن تلتهم قواته، وكانت كالتنور الذي يلتهم القوات الغازية كلما دفع بقوات التهمته. وعندما تم بناء الجيش الوطني في قبل 9 شهور في مدينة العب استطاع أن يبدأ معركته إلى جانب القوات المقاومة.